بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض تدريبات على نص حي الشباب. التدريبات إن شاء الله هتكون عبارة عن أسئلة تحليلية وإجاباتها. السؤال الأول: ماذا طلب الشاعر ولماذا؟ طبعا الشاعر طلب في بداية القصيدة من الإنسان اللي بيبكي إنه يتوقف عن البكاء، عشان البكاء ده ما بينفعش في بلوغ الأهداف. السؤال الثاني: من الذي يشكو الزمان ولماذا؟ طبعا الانسان الكسول دايما هو اللي بيشتكي الزمن، لانه مش عايز يشتغل ولا عايز يجتهد. السؤال الثالث: كيف يمكن تحقيق الاهداف؟ طبعا الانسان يقدر يحقق اهدافه بانه يسعى باخلاص ويجتهد ويكون عنده عزيمه قويه. السؤال الرابع: ما الصفات الذميمه التي لا يحبها الشاعر؟ الشاعر ذكر في القصيده ان هو ما بيحبش صفات الكسل والبكاء والشكوى واليأس. السؤال الخامس: ما مدى دقه استخدام البكاء والعويل في الابيات؟ لو بصينا للكلمتين هنلاقي ان الكلمتين في بينهم ترادف، يعني الاثنين من معنى بعض، ودي كلمات مناسبة للأبيات اللي جابها الشاعر وذكر فيها في بداية القصيدة. السؤال السادس: ما رأيك في الكسول والذي يشكو الزمان؟ طبعا قلنا الإنسان الكسول ده مش عايز يشتغل وعايز يوصل لأهدافه بكل سهولة من غير ما يتعب. أما الإنسان اللي بيشكي الزمن ده فده عنده عيب وكسل، فبيداريه بالشكوى، والصفتين دول صفات ذميمة في الإنسان. السؤال السابع: ما الآمال التي يمكن أن نحققها؟ طبعا بالنسبة للإنسان أي آمال شريفة أو مقاصد نبيلة هي حاجة يستطيع أن هو يحققها بالتعب والمجهود. السؤال الثامن: ما الذي ينفيه الشاعر؟ طبعا الشاعر في القصيدة بينفي الفشل والخيبة عن الإنسان المجتهد النشيط اللي بيسعى لتحقيق أهدافه الشريفة. السؤال التاسع: ما شروط تحقيق الغايات؟ أول حاجة يكون عندي أمل وما يأسش، تاني حاجة أسعى للغرض النبيل الشريف مش الهدف الحقير، ثالث حاجة الاسترشاد بالحكمة والعقل والتفكير السليم، رابع حاجة إن أنا أتحمل المسؤولية وأنهض بنشاط. السؤال العاشر: لمن يوجه الشاعر نصائحه ولماذا؟ طبعا الشاعر بيوجه النصائح بتاعته لكل الشباب، وخصوصا الناس اللي بتتكاسل وبتدي لنفسها أعذار. السؤال 11: لماذا يطالبنا الشاعر بعدم شكوى الزمان؟ طبعا لانها حجة الانسان العاجز الكسول اللي مش عايز يشتغل. سؤال 12: كيف يحقق الانسان هدفه؟ طبعا بيحقق الانسان هدفه عن طريق العزيمة والعمل والامل، هي دي الادوات اللي بيقدر اي انسان يحقق بيها اهدافه. السؤال الاخير: ما الصفات التي لا يحبها الشاعر؟ طبعا ذكرنا ان اليأس والكسل والبكاء وشكوى الزمان هي دي الصفات اللي ذكر الشاعر في قصيدته ان هو ما بيحبهاش، وانها صفات مذمومة في الانسان. وبكده نكون انتهينا بفضل الله من حل التدريب. أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كان معاكم أستاذ هيثم المصري.